من حقك انك توجه الكلام هذا ولا تتهمه ولا تقول بالطريقه هذه، كما برشا كلام يتقال عليك انك انقلابي على الثوره، كنت مجد في نظام بن علي في يوم الايام. قبل ما تجاوبني على الكلام هذا، قبل ما تجاوبني عليه، نحب نوريك فيديو نسمعوا مع بعضنا الصوت، كان ناخذ من وقتك لحظات، من ثم تعطيني الاجابه وردك. توت سويت ناخذ مع بعضنا الاكستري. ينضم الينا من العاصمه التونسيه المحلل السياسي سيد صاحب السماره. مرحبا. اولا اغلقت كما تعلمون يوم امس، يعني انتهت كل مظاهر الاحتفال في دار الحمله الانتخابيه وفقا مما ينص عليه القانون التونسي. وغدا صباحا سيتوجه اكثر من 5 ملايين مواطن تونسي الى صناديق الاقتراع لتقديم يعني مواقفهم التي ليسوا فيها مكرهين من اي جهه سياسيه، بل على العكس هناك تطور في تحرير اراده الناخب التونسي التي ليسوا فيها مكرهين من اي جهه سياسيه بل على العكس هناك تطور في تحرير اراده الناخب التونسي. كما تعلمون ايضا انه نسبه تمثيل المعارضه ارتقت باراده سياسيه من قبل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الى 25%، اي التمثيليه الاليه للمعارضه بلغت ربع اعضاء مجلس النواب عدا ما يمكن ان تحصل عليه المعارضه خارج هذه التمثيليه الاليه. هناك نوع من الاصرار من قبل ما يزيد عن مليوني منخرط في الحزب، حزب التجمع السوري الديمقراطي، حزب الاغلبيه في الحكم. يعني ما هو متوقع ان الناخب التونسي سيتوجه هذه المره باكثر جديه واكثر ثقه في النفس لممارسه حقه وواجبه ازاء العمليه السياسيه والمشروع الديمقراطي في تونس. لذلك فالتجربه الديمقراطيه في تونس هي في طور البناء، ونحن بصدد التربيه على الديمقراطيه وتفصيل تجربه التعدديه التي انطلقت منذ تحول 7 نوفمبر 87. فكر فيك في سنوات النظام. تحول 7 نوفمبر 87. لا ارجع قبلها مش ينضم الينا من العالم. قل كي شفت الفيديو هذا نادم على اللي قلته وقتها؟ شنو نادم محمد؟ انت بتعرفنيش، انا عامل 480 مقال في الاعلام جريدة مواطنون، حتى اضافات في الموقف في القدس العربي وعلى تونيزيانات كانت تتفكرها طبعا. ايه قل لي هذا كلها كانت انتقادات للنظام. باهي، في لحظة من اللحظات نلقى روحي نخدم مع تركيبة نتاع معارضة ترفع في الشعارات الراديكالية لكنها تاخذ في تمويلات من الخارج. هل يمكن بناء ديمقراطية بتمويل اجنبي، بناء ديمقراطية تونسية بتمويل اجنبي؟ مستحيل. طبعا مستحيل تدخل في الشأن الداخلي. وقت اللي تكتشف هذا اش تعمل؟ واحد من اثنين، يا تبطل تمشي تلبس برنوس وتشد جبل، يا تمجد النظام. لا مش صحيح ما مجدتوش، ولكن ترجع تفركها بطرف بطرف وتلقاها تشخيص فيه شويه مهادنا لبن علي. نظام ديمقراطي ما نجموش نعيشوا في هذا. وتعرف حاجه مهمه محمد، انه اليوم فما عدد مهم من النواب في البرلمان ينتموا فيهم لحركه النهضه وفيهم الغير حركه النهضه. كانوا موجودين في الاحزاب نتاع التجمع والاحزاب اللي كانت تحت عنوان المعارضه الكرتونيه اللي كانت تشارك في بن علي في ما تسموه انتم المسرحيه الديمقراطيه. ماكش نادم عليه. اي موقفك هذا مش نادم عليه. شوف البشر يتطور، تعرف هذا وقتها قداش عمري؟ اي 28 اي تنجم تقول لي نادم عليه ولا لا؟ مانيش نادم. ماكش نادم. البشر شوف طالما ما انتهكتش حرمه الناس، ما مسيتهاش، ما عذبتهاش، غلطت في تقييم سياسي، رجعت روحك وقلت راني كنت غلط، راهو بالعكس معناها لكن هيك تقول نظام بن علي هوني كان اعتراف فضيله. طبعا الاعتراف بالخطا فضيله، بالخطا فضيله ما غير شك. اليوم فما ناس مجرمه سيله الدم التوانسه وموجوده وداخل دوائر قرار مصالحه. اي وتحكم، مش مصالحه تحكم. نقول لك حاجه، انا هذه جات في سياق عركتي مع سيام بالسدري. نسالك سؤالا، الهيئه نتاع الحقيقه والكرامه قداش دخلت للتوانسه فلوس؟ فما التقرير نتاعها موجود اليوم. قداش دخل؟ قداش صرفت؟ صرفت 40 مليار، هذه ميزانيه نتاع 10 مليارات كل عام. باهي. بخلاف المصاريف الزايده وتجنيد الدوله باش تخدم خدمتها. اش دخل؟ فما تقارير اليوم. حتى شيء بسلوم. سليم شيبو بفلوسه وين؟ شنو علاقته باللي شنو علاقته باللي قالوا؟ لازر ستار فلوسه اللي قالوا باش نتصالحوا معاه. اليوم ملفات كل عند القضاء، هذوما كل عند القضاء الملفات. باهي سامحني، تعتقد انت بعد 10 سنين من الثوره هذه ملفات باش تحسم فيها؟ ملفات عند القضاء اليوم منظور فيها، واليوم ملفات محلول، وزوز اسامي اللي سميتهم رهن الايقاف. لا مشني نستهدف فيهم. ليه مش تستهدف؟ معناها حبيت نقول لك الزوز ملفات اللي حكيت عليهم سيد سليم شيبوب وسيد الازهر ستار رهن الايقاف. احنا الدوله هذه قعدت ولو الثوره الزوز قاعده معلقه ليه؟ مع الرساله مطلق. لا تصالحنا
بعد عام جينا قلنا هاو دستور جديد تك تك تك، يجونوا تصالحوا التوانسه، ادفن عليا الماضي ويجونوا بدون مرحله جديده في كنف احترام القانون وخدمه التوانسه. ولا تحاسبنا، جينا قلنا هم المذنبين الاصليين وهي طبيعه الجرم وتفضلوا تحاسبوا وبعد يجوا اعتذروا من التوانسه ونبداوا صفحه جديده. عملنا شي حاجه من هذا مزوز؟ كي تقول لي بعد 10 سنين ما صار حتى شيء فيها وانا نقول لك الملفات عند القضاء، مش كاينك تشك في القضاء شويه؟ لا مش نشكك فيها، ما اللي نقوله لك انا انه فما معناها فما قوة أكبر من القضاء. فما قوة أقوى من القضاء في تونس؟ أكبر من القضاء. اللي هي قوة شكون؟ من قوة الإدارة، قوة التعطيل، قوة النفوذ المالي، قوة العلاقات، قوة القدرة على رصد حركة الملفات وين تمشي وين تجي، دونك تعطلها بطريقة اللي تحب. نجم تشري، نجم تشري مع احترامي لفئة الكتبة في المحاكم، نجم تشري كاتب في المحكمة يعمل اللي يحب الملف اللي يحب. هكا المعاملة تصير بالطريقة هذه؟ مش هكا، مش هذه القاعدة، لكن تنجم. موجودة. يعني وقت اللي تبدأ أنت نافذ وعندك فلوس ومش تتحاسب نجم تعطل المسار. واضح، نجم تعطل المسار. به بعد الفيديو هذا نكمل معك. اسمك كان موجود في الكتاب الاسود؟ اي يرحم والدي سيد المنصف. للدكتور والرئيس السابق المنصف المرزوقي. المجرمين الكبار. من بين الاعلاميين والناشطين اللي مجدوا خدموا نظام بن علي، رغم انك كنت ناشط في الاتحاد الشباب الشيوعي التونسي، الجناح الشبابي لحزب العمال الشيوعي المحظور وقتها مع اتحاد طلبة تونس. فما حاجه اخرى تتقال برشا، كيف اك نظام بن علي اعطاك هيبه باهيه؟ اي 500 ولا 600 مليار، اش اعطاني برب؟ اعطاك انتداب. خدمه. خدمه. قداش خدم الواحد بن علي؟ اعطاك خدمه. لحظه، بن علي رئيس الجمهوريه قداش خدم الواحد؟ ما تشرعش حتى. 100,000. قداش تشرع؟ على الاقل 100,000 خدم رئيس الجمهوريه. ما نبداوش نشرعوا. قداش من واحد سرق؟ انا بدي نسرق، ما نبداوش نشرعوا سي صاحبي. قداش من واحد خدمه قيس سعيد في كيف اك بن علي؟ في شاد رئيس حكومه. كيف اك بن علي اعطاك خدمه تخلص عليه ما تخدمش؟ قال لي حقي حقي كنت تمشي. العمل الحق مش مكافأة. ما كنتش تمشي. العمل الحق. تخلص شريت تصب من غير ما تمشي. هذه يجيب عليها بين. لا نسال فيك. لا كنت نخدم. واكثر واحد بروديكتيف في المؤسسه اللي نخدم فيها. في ديوان الطيران؟ اي خلاها المؤسسه، خاطر مؤسسه عموميه. لا ما ينجموا، اي خاطر مؤسسه عموميه نجموا نقولوا. انا اكثر واحد كنت بروديكتيف، ارجع اسال رؤساء المدراء. تحضر كنت تمشي تحضر؟ انا نكتب في السبيتش نتاع الوزراء ونتاع لي بي دي جي، انا نحضر الندوات الصحفيه، انا نستدعاكم انتم باش تحضروا في الندوات الصحفيه. انا الحضر. من دارك من دارك. انا الاورجانيجرام نحضروا. بون من داري نجموا توا نمشيو في العمل الافتراضي كما جبت كورونا فرضت علينا الى حد ما العمل الافتراضي، نقول لك راهو العمل الافتراضي افضل حتى من الحضور على كرسي وانت تتفرج فيه زملائك ويتفرجوا فيك. باهي، اما يقولوا كنت تاخذ في شهريه ما غير ما في نهايه المطاف انا كنت ننتج في عمل ضميري لحد الان مرتاح وسادافع عن نفسي لاني كنت ولا زلت اعتقد اني على حق مهما كلفني ذلك. واضح. سيد صاحبي سمار النايب على القرواني لحد الان هو ضيفنا، لو يرجع بك الوقت تعاود تختار نفس الـ الاختيارات نفس المسار تعاود تمجد نظام بن علي تعاود؟ اش بيك شديت في الموضوع ده؟ علاش ما قلتش 10 سنين وانا نعرف في بن علي؟ ما قريتش البيانات تاع اتحاد المواطنين على العمل، ما قريتش البيانات نتاعها. نحكيو على القطار اللي ما جاش في وقته. هذاك هما التوانسه الميموار سيليكتيف ما تحبش والسيب. لا لا نحكي معك والله ما عنديش حتى عقده. شوف الانسان يبدا يتطور وفقا للتجربه والخطا. صحيح معك. دونك انت كيف تعمل تجربه ما زلت ما عندكش المعطيات المتكامله او الكامله باش تعرفها صحيحه ولا غلط. اخطات اذا انت صافي وضميرك باهي تراجع روحك وتقول اخطات نبدل الاثنين. باهي سؤال بريء، شنو هو الكريتير اللي خلى بن علي يختارك باش تخدم من ضمن ال 100,000؟ يقال انه انا كيف عملت رد فعل على الحكايه بتاع التوظيف الخارجي للحقوقيين والنشطاء المجتمع المدني، قرا بيان عجبه برشا، انا قلت راهي الديمقراطيه تبنى باذرع التونسيين وبعقولهم. قرا بيان عجبه برشا وهو عنده نوع من الحميه الوطنيه، هذا ما قيل لي، فطلب من الناس اللي معاه انهم يتواصلوا معايا. تواصلوا معايا سالوني شنو مشكلتي، قلت لهم راه والله وضعي الاجتماعي صعيب وانا مسؤول على عائله، كان ثم امكانيه نمشي نخدم. خدمت من بعد اعجبوا ببعض المقالات اللي فيها نقد. شكون الناس اللي تواصلوا معاك؟ تعرف الصحافي الوحيد اللي دخل الحوض المنجمي وقت الانتفاضه نتاع الحوض المنجمي هو. اي عندك حسنه. دخلت لا 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 نحكي لك 2008 2008 قبل ما نمشي لبن علي دخلت بالبلوزه نتاع المحامين وعملت روبورتاج وكتبت مقال اسمه قفصه دقيقه صمت ترحما على الدوله. دونك بن علي طبيعي جدا يختار الذكي، يختار الفصيح، يختار اللي ما عندوش ثغرات في شخصيته نتاع باللغه العاميه ولا بزنس ولا باللغه العاميه نتاعنا يحطك تحت جناحه.
والله يا برشا برشا اسمع، انا مانيش نادم، برشا نادمين على بن علي. انت مش نادم؟ انا مانيش نادم، نعتبرها مرحله من مراحل تونس يلزمنا نتجاوزوها بمصالحه وطنيه جامعه. سؤال قبل ما نتعدى الفقره الثانيه، هي فقره شخصيه شويه نهدي.